السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله أحباب الله، موضوع هذه الحلقة كيف نسوي القهوة البدوية اللي هي القهوة السادة العربية، وكيف نحمس القهوة، وكيف نطحنها وبنزيد عليها الهيل، وكيف بنغليها، وكيف بنشربها، وشو أصول القهوة والعادات والتقاليد. أحباب الله، أول شيء اللي نسوي بنحط الحديدة هاي هيك عشان إيش؟ بس هون في مي سخنة، شايفين في البريق، بنحط المي السخنة مشان ايش تغلى، نحط عصارة فيها، وبنجيب انا ما عندي محماسة، قلت يا احباب الله، بس بنقول هاي كانها محماسة، بنحطها هون على النار، خليها تحمى شوية، وإن شاء الله هاي قهوة خضراء جاهزة. بس هاي تنشف فيها مية وكذا، ودار احنا بالله بس على القهوة العربية أو الضيافة العربية الأصلية القديمة عند البدو، كان الواحد يعني الضيف يجي على المعزب صاحب البيت، ودائما الضيف يكون أديب، ما بيجي ضيفه مع سيف، وبس يدخل الضيف بدخل الواحد وقصير أسير المعزب، بدخل أسير وبقعد أمير، بتعامل معاملة الأمراء كل الإكرام، وبخرج من البيت شاعر، والضيافة ثلاث أيام وثلث، إما بمدحهم وإما إيش بدمهم على حسب الإكرام. عشان الإكرام بالله بنبلش القهوة، إحنا بنسوي طبخ القهوة. بسم الله الرحمن الرحيم، لما تروح باب الله قهوة خضراء، بكفي ثلاث حفنات، بنحمسهم ايش هسع. في ناس بيحبوا القهوة ايش مزجات، بس القهوة المضبوطة تكون وسط، في ناس بيحبوها خفيفة، في ناس بيحبوها ثقيلة، بس خير الأمور أوسطها دائما. عندي ايش الشيوخ البدوين، هسع القهوة للضيف أول ما يدخل، في ناس بيقولوا للضيف ثلاث فناجين، وفي ناس بيقولوا أربعة. الضيف الأول، الفنجان الأول للضيف، والثاني للكيف يعني المزاج، والثالث للسيف، في بعض الناس بيقول الرابع إيش للحيف. يعني شو معنى الفناجين؟ الفنجان الأول للضيف، هذا فنجان الضيافي، انت غير حرام الله، انتو ما بتكون نار تكون كثير حامية مشان ما تنحرق القهوة بسرعة، اتركوا على مهلكم. الضيف هذا الفنجان الأول للضيف، يعني ايش هذا الضيافة، الثاني للكيف مشان ياخذ مزاجه ويكون مرتاح الواحد، والثالث للسيف انه خلص صار عهد بين المضيف والضيف انه يعطيه حقوقه وما حدا يعتدي على الضيف. وبقول لك الفنجان الرابع للحيف، هذول بعض البدوان بيقولوا انه ايش هذا الإنسان صار أي واحد بحيف عليه أو بتطول عليه أو بسئله، طول ما هو في بلد المضيف وحتى لو غاب عنه، قلت له يا أحباب الله، يعني ما بيقبل واحد يطول عليه أبدا. والقهوة لها عادات، بصب الواحد بمسك الدلة بيد شمال
وفنجان باليمين، وبصب القهوة اليمين للضيف. والضيف إذا يعني مش مضطر يأخذ فنجين، بس على حسب إذا بده. بس إذا أخذ فنجان واكتفى بهز الفنجان أنه كفي استكمل. هسا بالعزة بصب القهوة ما بصير يقول له هيك، هاي معناته دائما حط ايدك على الفنجان، يعني نهاية الأحزان. قلت عليه أحباب الله أسع القهوة محمد قاعدة بعد ما هناها. أنا بحب أسوي القهوة على يدي، تقدر تشتريها من السوق جاهزة، بس ما بتعرف شو بسووها، كيف سووها، مين اللي سواها. وبعدين إذا القهوة واحد شربها وفيها إشي، بعض الناس بيعرفوا إنه إيش، بس من الله يذوب القهوة بيعرفوا إنه هاي القهوة شايبة. فبده يحضر الواحد، وما بصير يقدم القهوة وهي إيش دافية، يعني إيش هي باردة، بس الكلمة الأفضل الدافية. فلازم تكون القهوة حامية. واحد متعارف عليها عند البدوان ومجال الكرم، يعني كل ما كان النار موقدة والقهوة موجودة والضيفان بيجوا ليل مع نهار بيلاقوا قهوة جاهزة. في ناس بيشتغلوا يكونوا قهوجي، الشيخ بنادي يا ولد صب القهوة، بقول له تامر يا عمي. أنا الصراحة بحب الحياة هيك البسيطة، شايفين اليوم كيف قاعد ايش. تغير شوي شوي، بعدين عاقل والدين يا احباب بالله ملعون، وما حدا لازم يكرمه. واللي بجيب اعراض النسوان ما لازم حدا يصب له قهوه، واللي بفسد على الناس وبستغيبهم هذا بستغيبك، لا تصبوا له قهوه. والجبان اللي ما عنده نخوه ولا حمية هذا كمان ما بيصب له قهوة. وأكبر عيوب عند العربان يقول عن واحد بخيل أو إنه شهد زور، هذول الباقيين لا تدخلوهم بيوتكم أحباب بالله. يقول لك فلان حكى عليك، فلان جاب سيرتك، قول اطلع من البيت، لأنه هذا فاسق. وكما تعلموا يا الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهمتوا علي أحباب الله؟ هسا في ناس بحمسوا مع القهوة حب الهيل. الهيل مطلوب كثير مع القهوة، ايش؟ ينكهها ويخلي لها طعم أسكر. هسا أحباب الله كما تروا المي قاعدة تغلي، القهوة قاعد يغير لونها يستوي، ان شاء الله راح اجيب محماس واجيب مهباش اللي بيطحن في القهوه. هسه بورجيكم طريقه بالطحن. المهم بقول لك ايش، الحاجه ام الاختراع. انا في عندي شغلات كثير، يعني عندي صاج خبز الاشراق، لبس عربي، عندي مثلا شباري، جناد، شغلات كثيرة. شايفين يا احبابي ما اجمل ريحة القهوة. هسا احنا شو بنسوي؟ بنجيب بريق الشاي هذا لانه غلي، بنحطه هنا وبنبلش نخلي التحميص. بس بدكم اياها تكون هيك على شغار شوية محروقة، مش كلها محروقة. شايفين عندنا حرام الله هسا وين حطينا الهيل احنا، خليك قاعد، خليك على القهوة انا بجيب الهيل.
انا ما احب احط الهيل بهالمرحله هاي، يعني القهوه تقريبا نص مستويه، بحط له شوي. هذا هو الهيل الاخضر، حطوه معاهم هيك. في ناس بحطوا عنبر، بحطوا شغلات، بس انا بحب هيك على بساطتي. هذا الحطب هيك قدامكم، بكون بتنقص النار تنقصها اكثر، بس الساعة مش بحاجة كثير، تقريبا القهوة قربت تتحمص. بس بنحط لها كم من عود، لما تروح لها بالله جربت القهوه، حطها على النار، نار بارده. هسه الدخان اللي بيطلع من النار بعطي نكهه للقهوه، على حسب كل ما كان نوع الحطب افضل، يعني له ريحه حلوه، بتلاقي القهوه طعمها بصير اسكى. دقيقتين تكون تحمست. وبتعرف القهوة أنواع كمان، قهوة برازيلية، قهوة عدنية، فبتختار القهوة بس تكون خضراء أفضل. بعد ما نطحن القهوة بنحطه على المي وهي سخنة، ما بنحطه على مي بارد، لأنه إذا مدة كثيرة بصير القهوة إيش تغلي معاه كثير، بصير القهوة محثلة. ندخل المي سخنة، هسا بنرجع المي بنحطها هنا، وبعدين إيش بتكون إيش بنكون طحنين القهوة وبنضيفها على المي السخنة. أحباب الله، هسه على القهوة تحمست، شايفين لونها؟ ناخذها ونجيب شريطة قماش تكون نظيفة، نحطها هيك. ما قلت لكم ما عندنا هباش، نجيبها القماش هيك هيك، نجيبوها هاي طبخة القهوة، نعملوها هيك. نجيبوا هذا المهدي، شايفين علي؟ بس تأكدوا انكم داخلين عليها مضبوط، واطحنوها. لازم نسويها طبقتين حتى بس نشوف شكلها. طبقة ثانية. نضلنا ايش نبدل ونغير. لما نخليها ناعمة. كده يعني لو خذت
افتحها مرة ثانية نتأكد ونشوف كيف صارت. مرة بخليها طبقتين عشان ايش؟ ندق فيها لما ايش تكسر القهوة. والله هيك مرة ثالثة. زي ما كنت تدقوا على ايدكم. هسه نتأكد لسه بدها شوية. مرة هاي بتكون ايش بإذن الله جاهزة. خلص نجيب القهوة ونحط على ريق الشاي وبكرج القهوة. لازم يكون دلي في القهوة هذول يا احبابي. حتى تغلي بان جبلي هاي اللي هون خلص نحطها على النار تغلي على اصولها وبنزيدها شوي بنمدها بالحطب ولع. بس تغلي احبابي بالله بنورجيكم شو بنسوي. وقف تشغيل كما تروا احبابي بالله. شوفوا ركز على البكرة كيف بغلي. هاي بلا شغل خليه يغلي دقيقتين ثلاثة بعدين بنحطه في طنجرة زي هاي. الناس بحطوه في بكرة بس انا بدي احطه في طنجرة مشان ايش الحتر اللي بالقهوة ما نعيده بنخليه صافي بس قهوة. بعد دقيقتين ان شاء الله نتاكد ان القهوه ايش اخذت نكهتها. شايفين نقيم الغطاء عشان ايش ما يفور. هسه احباب الله من طولها تاكدوا ما تحرقوا حالكم بنخليه يخضر شوي. دقيقتين وقف التصوير. احباب الله هسه عبنا ندير القهوه بعد ما خطرت. شايفين عليه كيف سرونها بالطنجره هاي.
قلت لكم انتم تغامقوها زي ما بتكون. في ناس بيحبوها غامقة كثير، في ناس بيقولوا قهوة مرة ثانية، بس انا بحببهاش لانه خلاص بتروح مفعولها. ايوه هسه بنغسل البريق، بنرجع القهوة هون بنسخرها مرة ثانية وبنحطها في الدلة. فهمت علي؟ وقف تصوير. فهي يا احباب الله غسلنا البريق بنحطه هون على النار، وهون كمان صفينا القهوة، بندير القهوة كلها ان شاء الله وين؟ في البريق. ونتأكد انه اي حد ظل ما فيش ولا حبة هذه كما ترى. هسه هون علينا نغليها كما ترى احباب الله والغطان. بس غلوه واحده وبنجيبها هان بنديرها وين؟ في الدلة. ثم ما بنشرب القهوة السادة مع اني شربناها وهي لسه عليها حسن. واحد بشوف ثلاث شفات، ما بقعد ساعة على الفنجان وما بعب الفنجان كثير، خليك الفنجان هيك وبهز الفنجان هيك يعني ما بدي. اما اذا مد الفنجان معناته على القهوة او المضيف يصب القهوة. اذا سواها مرة ثنتين ثلاثة، قلت لكم الرابعة عند الناس ما بيعجبوها، في ناس بيقبلوها، بس اذا زاد عن الرابعة معناته هذا الزلمة مستحيش على حاله. بالعزة فنجان قهوة بتحطها عليها. ما بقول دائما عشان يعني كفاها الله، معناته ايش؟ ان شاء الله حخاتمة الاحزان. قلت علي احباب الله. هسه ظل ايش؟ تغلى. هسه انا بصير عادي ايش؟ من قهوجي بصير ايش؟ شيخ عبارة. بدي اروح البس العباية واسمع الدحية. قبل شو زي بس. خليك بس سلام عليكم. ايوه هاي هسه صرت شيخ من العرب، بس ما عندك قهوجي. بس تكون القهوه ايش؟ قربت. هسه بنديرها وين؟ شايفين كيف؟ بس شيوخ البذوان يكون عندهم دلال والنحاس، يحطوه قدام النار موقد عندهم، ناره ما بتنطفي. عشان هيك طيبين طلع بجانبتين. بدي اعطي اللي بيصور تفضل اشرب القهوة. احكي لي شو رايك فيها؟ ما شاء الله. خليك عندك شوي. هسا دوري انا، وتكون في طاسه فيها ميه بنحطها بالفنجان
وطق تدلب الفنجان مشان يطلع على صوت. بعدين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. قهوة كايفة طيبة. بدي أثني. والله أحباب الله بشيح الخاطر. مع ريحة الدخان والهيل، وإذا بتحط لك هاي دحية ولا هيجن ولا سامر ولا سحجي، هاي البدوان اللي بيعرفوها. تشرب القهوة السادة بس يا عمي الأرض ما يعني، الواحد بتمنى الصحراء كلها خضار يعني. فبده الواحد صحراء، بده بيت شعر وشوية حلال، وإذا كان عنده شوية نوق وفرس أصيلة أحلى من يخ مازن. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.